أزول السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمناو تكونوا إن شاء الله بخير. كان واحد الميساج خصني لابد نفوته لكم لولاد الشعب. ميساج مهم بزاف باش نديروا شوية الفرق بين دولة أمير المؤمنين بين قوسين ودولة أهل الكتاب، يعني اللي كيقولوا دولة الكفار وإلى آخره. مع العلم بزاف المنافقين اللي كيعيشوا هذاك السفاح كيعيشوا هنا كيعيشوا هنا في أوروبا ما كينصروش كلمة الحق، ولكن تيني ما كاين حتى شي مشكلة الإخوان الأخوات. نتمنوا تبارطاجيو هذا الفيديو باش توصل الرسالة لولاد الشعب. هنايا مورايا الإخوان والأخوات واحد الميساج هذا اللي كيعاني من المستشفيات. حنا في البلاد مع الأسف الشديد ولد الشعب ما عندوش فين يداوى، ما عندوش فين يداوى. المستشفيات في البلاد بحال شي مجزرة. هنا جيت نقول لكم الإخوان والأخوات، هنا في دولة أهل الكتاب اللي كيقولوا عليهم الكفار، شوفوا مرايا الإخوان عندهم لكلينيك ديال الحيوانات. يعني هنا مرايا هنا نوري لكم دابا عندهم الكلينيك ولا المستشفى ديال الحيوانات الإخوان، يعني الحيوانات الطيور الكلاب القطوط وإلى آخره. يعني هنايا اللي بغيت نوصلكم أولاد الشعب باللي هنا الحيوان عنده المستشفى، ما بالك الإنسان الإخوان الأخوان. إلا دخلتي المستشفيات هنا مثلا ديال هولندا غير النقاوة، والله العظيم بنادم يقول واش هذا الشيء في راني، واش راني مقارنة مع المستشفيات ديال دولة أمير المؤمنين مع الأسف. يعني هنايا الحيوان عنده القيمة أحسن من البشر عندنا في بلاد أولاد الشعب. واسمعوا مزيان، ما كاين لا دولة أمير المؤمنين ولا هم يحزنوا، هما شي رئيس ولا شي مسؤول اللي بغاو يمشي يداووا، ما كيداووش في البلاد بحال ولد الشعب، لا لا، كيمشيو لبرا لأوروبا، كيجيو لهاد الكفار اللي كيقولوا عليهم هما، أما هما اللي كفار كيجيو كيداووا. دابا غادي نوري لكم الإخوان باش ما تقولوا الأخ كريم راه شوف، هذا مستشفى ديال ها ديرن زيكنهاوز، يعني مستشفى ديال الحيوان. شوف الإخوان شوف، بارتاجو باش توصل الميساج ولاد الشعب. شوف عندهم التوقيت ديالهم، فوقش كيتفتحوا اش من ساعة حتى اليوم السبت مفتوحين. شوف هادي بالليل الإخوان بالليل، واخا بالليل كاين واحد النمرة أخرى هنا كيقول لك من الاثنين حتى الجمعة، التوقيت ديالهم من 8:30 حتى 4 لا 8:30 حتى 7:30، نهار السبت من 8:30 حتى 4. وقال لك الى شي حاجه خطيره، هذا حيوان الاخوان، قال لك الى شي حاجه خطيره خصك تعيط هذه النمره، هذا ديال الحيوان، ديال الحيوان. شوف الاخوان باش تشوفوا هنا كتشوفوا الحيوانات، ها هما السبيطار قداش، ها ديال الحيوانات الاخوان. شوف شحال كبير هنايا، كتجيب الحيوان ديالك كتستنى بالحيوان ديالك الى مريض ولا شي حاجه، لا فيه شي غريب. شوف الاخوان ها هما هنا في اوتريخت، هذا معروف كاريسا اوتريخت سنتر، يا يعني ها دير هاد الموقع بي في في دير زيكنهاوزن كونتينير، ها شفتوا الاخوان. دابا نرجع لكم شويه واخا بالليل الاخوان، شوف عندهم السفت بالليل الا قال لك شي حاجه خطيره تعيطوا لهاد النمره. واخا نرجع لكم الاخوان، هذا هو السبيتر ديال هذوك الحيوانات الاخوان والاخوات. هنا كيجيو بالحيوان ديالهم كيستناو والى اخره. احنا الاخوان ديالنا اللي بغيت نوصلكم هنا، شوف هاد اهل الكتاب الحيوان ديالو
كيديروا له القيمه. كاين من كيما قلت لكم من 2 حتى الجمعه من 8 ونص حتى ل 7 ونص، واليوم السبت من 8 ونص حتى الربعة. الى الحيوان راه في الخطر كيعطيوك واحد النمره سبيسيال باش تعيط ليها الاخوان. واش هادو هما اللي غادي اللي كيقولوا لك اودي ما كيعاملوش المواطنين ديالهم والى اخره؟ شوف ولد الشعب، القيمه ديال الحيوان هنا يمكن فوق الجميع، ما بالك الانسان. انا مثلا الاخوان الى وقع لي شي حاجه تحت هنا ما تقدش لامبيلاس تجي، تجيك واحد الحاجه سميتها تراوما هيليكوبتر، تجي الهيليكوبتر تديني للمستشفى. يعني ولد الشعب اللي بغيت نوصلك هنا باش انت تمشي تداوي، تمشي بحالي تمشي للقزارة الريحان وصاف والاخر، اما هنا الحيوان عنده المستشفى ديالو والاخوان والاخوات، هما ملي كيداووا هذاك المسؤولين وهذاك السفاح الكبير ديالهم اللي كيقول لك امير المؤمنين، تمشيو كيداووا في فرنسا والمان هولندا. ولد الشعب فين كيداوى؟ في المجزارة، وعاد كيداو يبروفيتيو فيه. هذا الميساج اللي كنت بغيت نوصلكم الاخوان والاخوات باش تعرفوا قيمه الانسانيه هنايا. دابا لا شي حيوان شي كلب ولا شي مشطح هنا، القيامه تنوض الاخوان والاخوات. تلقى الناس لامبيلانسات، عندهم لامبيلانسات خاص ديال هاد الحيوانات. واش هادي اللي هاد الشيء اللي كنقول فيك لا اولاد الشعب اللي بغيت نوصلكم اولاد الشعب كما قلت لكم ديال الحيوان اللي ما شافش من الاول يرجع الفيديو يشوف هذا الشيء. والاخوان جابت سبحان الله، جابت الحيوان ديالها، شتي خرجت منها جابت الحيوان ديالها. الاخوان سبحان الله، شتي مشات بالحيوان ديالها، خرجت دابا من كليلي. ها اللي كيغيظك الحال الاخوه، كيقول لك دوله امير المؤمنين، ها اللي كيغيظك الحال على هذا الشيء. كياكلنا القلب ديالنا الاخوان، كيجيو كيلعبوا لنا في الدوله ديالنا، هما كيستافدوا وكيديروا. وقلت ضروري نوصل هذا الشيء لولد الشعب باش تعرف هنا هاد اهل الكتاب كيديروا قيمة الحيوان، ما بالك الإنسان. وفي دولة أمير المؤمنين البشر، يعني هنايا الحيوان عنده القيمة أحسن من ولد الشعب اللي عندنا في هذاك المغرب. كيغيظك الحال الإخوة، كيغيظك الحال، كيقيسك الحال ملي كتقول تجي تقول كلمة الحق. قال ربي كاين فتنة وأعداء وحدة الترابية، كيدور لك غير تما، كيهضر لك على التراب، التراب يعني التراب احسن من الشعب الاخوان. هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقه، من الحقائق راه كتشوفوا الاخوان. قلت لكم اللي ما شافش هذه لا كلينيك ديال الحيوانات الاخوان، الحيوان الى مريض غادي يجيبوه يداوى حتى هو عنده الحق في العلاج في البلاد ديالنا. ولد الشعب حتى فين كيولدوا النساء ما كاينش الاخوان. يعني وي الرساله اللي بغيت نوصلكم، هذا الشيء اللي هنا عند هاد الدول الاوروبيه ماشي مستحيل يكونوا عندنا حتى في البلاد ديالنا الاخوان والاخوات. لا مستحيل، كاين باش كاين الثروات كاين الفلوس كاين، ولكن راكم عارفين شكون كيعيش تما، الشفار الكبير وهذيك الشفاره الصغار اللي دايرين بهم، هو اللي كيعطي لهم الصلاحيه باش يسرقوا باش يديروا والى اخره. يعني اليوم الشعب خص بنادم يفيق، انا اللي عليا كنديرو ماشي كنحرض شي حد ولا، ولكن كاين اللي كنوري لكم الواقع. الواقع بنادم الشعب خصك تنوض 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 تنوض، سير لي تخرج الشوارع تمشي وتخرجوا هذاك الطاغوت اللي كيسرقكم الثروات ديالكم، تجريو عليه. هاي هذا الشعب، رانا هذا الشعب عنده القوة كبيرة، عنده القوة كبيرة للشعب الإخوان ديالنا.
هذاك حقه. انا راني عايش الحمد لله، راكم شايفين عايش في هولندا، الحيوان عنده القيمه. ولك تاني الله تعالى كيقول لك اللي بغيتي راسك خصك تبغيك تبغيه لاخيك المسلم. واخا انا عايش هنا في هولندا الاخوان والاخوات، كيحرقني الحال كنقول له علاش واحد الاسره الحاكمه كتعيش 40 مليون ولا 36 مليون ديال الشعب كيعيش تحت الزيرو. هذا الشيء مرفوض الاخوان، يعني وصلتكم هذا الميساج اللي دخلوا دابا عاد نوري لكم من جديد هذا لاكلينيك ديال الحيوان. هاو الى درتوا هذاك بي 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 ديال نسكن هاوس بونتيني اللي خرج لكم كل شيء فين غادي دير الموعد الحيوان ديالك والى اخره. ها هو شوف هنا فين كتستنى، وهنا كاين التوقيت كما قلت لكم اليوم من الاثنين حتى الجمعه من 8 ونص الصباح حتى ل 7 ونص. اليوم السبت عندهم من 8 ونص الصباح حتى 4. وقال لك هنايا هنايا ترجموا هنايا قال لك الى بالليل داخل النهار الليل ونهار الى الحيوان ديالك فرا في حاله خطيره دير هاد النمره. شوف هنا دير نزيكنهاوزن بونتينيل، يعني مستشفى الحيوان بونتينيل، داروا له واحد السايت الاخوان. شوف ها الحيوانات الاخوان، ها تشوفوا تمشيو شويه شوف شحال كبير هذا الشيء. شوف الاخوان، شوف فين كيتعالج الحيوان، شتي ولا فين كيتعالج الحيوان، شوف يا النقاوة والى اخره. ها راه حيوانات هادو، ها حيوانات عام الاخوان، قيمة الانسانية. قيمة الإنسانية الإخوان والأخوات، هذا هو الميساج اللي كنت بغيت نوصلكم. قلت لابد نوصل هذا الميساج لولاد الشعب المقهورين والمظلومين من طرف هذا أمير المؤمنين بين قوسين. واش بصح هذا السيد اللي حاكم هذيك البلاد أمير المؤمنين الإخوان والأخوات؟ لا، ما أميرش ولهم يحزن. لو كان هو أمير المؤمنين، لو كان عطى الحق ديال الشعب ديالو، لو كان الثروات ديالو مثلا يقسمها مع الشعب، لو كان هو أمير المؤمنين. هذا هو الميساج اللي كنت بغيت نوصلكم الإخوان والأخوات. المدينة ديالي بيترخت كلشي خدام، كلشي تعطى له الحق ديالو، كلشي راه عايش، كلشي ما تلقاش شي واحد هنا ساعة يقول لك اعطيني ولا لا. هذه هي دولة أهل الكتاب الكفار اللي كيقولوا. تحياتي الأخ إخوان ديالي. المهم هذا هو الميساج اللي كنت بغيت نوصلو لولاد الشعب، الصمود ثم الصمود. الله يحفظكم حتى شي ملاقاة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أزول ولا نزول.